ومباركة لهذه الأوراش والمبادرات وتعدد المجالات التي يبحر جلالة الملك حفظه الله بسفينتها إلى بر الأمان والاستقرار والاطمئنان مصحوبا بالتوفيق والسداد. الزيارة الملكية إلى جماعة آيت يوسف علي تجسيد للتنمية الحقيقية من خلال الانفتاح على أوراش تحقق التطور وترتقي بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي. سوق الجملة يروم تنظيم وإعادة هيكلة القطاعات المعنية ومحاربة أي سلوك غير مشروع من شأنه الإضرار بصحة المواطن. وضعت منهجية واضحة ليؤدي سوق الجملة ديسنكور مهامه على أحسن وجه، وقد كلف إنجازه 23 مليون درهم، وقد أنجز على مساحة إجمالية تقدر ب 30,380 مترا مربعا، ويشتمل على ساحة للخضر والفواكه وفضاءات للتخزين وفضاءات للبيع على الشاحنات وفضاءات للبيع الحر وميزان للشاحنات. وهو مشروع سيعطي دينامية جديدة للنشاط الاقتصادي بالمنطقة وإحداث مزيد من فرص الشغل. سوق الجملة ديسنكور مركز ينسجم إنشاؤه مع سيرورة الإصلاحات التي تشمل كل المجالات المرتبطة بتأهيل البنيات الأساسية والإنتاجية. وتمضي أوراش التنمية منفتحة على مختلف جوانب الأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي في تكامل وترابط وتجانس مع الميادين الاقتصادية والاجتماعية. سوق الجملة والمجزرة الجماعية مشروعان هامان يسهمان في خلق حركية ودينامية اقتصادية واجتماعية. مشروعان يضعان جماعة آيت يوسف وعلي على صعيد إقليم الحسيمة في مكانة متقدمة. مشروعان هامان يدشنهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، نجح في أن يكون أداة فاعلة في التنمية الاقتصادية. في هذا الإطار يندرج إنجاز المجزرة الجماعية للحسيمة باستثمار فاق 25 مليون درهم. والمجزرة الجماعية الجديدة شيدت وفق المعايير المحددة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهي منشأة تعد ثمرة شراكة بين وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة ومجموعة جماعة نكورغيتس ووكالة التعاون الدولي. المجزرة الجماعية الجديدة منشأة تشتمل على قاعات للذبح لقطعان الأبقار والأغنام والماعز، كما تتوفر على قاعات للتخزين وغرف للتبريد ومحطة لتصفية المياه العادمة وفضاء للاستبلات وفضاء للعزل ومحرقة. تبلغ القدرة الإنتاجية للمجزرة الجماعية 100 رأس من الأبقار و150 رأسا من الأغنام والماعز في اليوم، وسيكون لهذه المجزرة وقع إيجابي على الساكنة المحلية، وستمكن هذه المجزرة مدينة الحسيمة والمراكز المجاورة من مجزرة عصرية قادرة على تزويد السوق المحلي باللحوم في ظروف تراعي كل شروط السلامة الصحية. هو إنجاز تتكامل فيه المنشآت الهادفة إلى تأهيل إقليم الحسيمة بكل المستلزمات التي توفر الأمن الغذائي، تعزز النشاط الاقتصادي، تؤمن حاجيات السوق المحلي وحاجيات المواطن في قلب الريف. هو إنجاز هام يدخل في سياق المشاريع المتناسقة المندمجة والمتكاملة بإقليم الحسيمة. والمجزرة الجماعية بآيت يوسف علي وسوق الجملة وغيرها من البنيات الأساسية دعامات وركائز وأساسيات للمخططات المحلية الجهوية التي تقوم على محاور البعد السوسيو اقتصادي وتشجيع الأنشطة ذات الارتباط الوثيق بالمواطنين في الإقليم وفي غيره من الأقاليم، والتي يرعاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ويعتبرها نماذج تؤثر بشكل فاعل وتشجع على التطور الاقتصادي المأمول وتسهم في النهضة المنشودة.
البرنامج المندمج للتأهيل الحضري لمدينة